يلا. من فترة فتحنا شمامة، شلنا هالبزر حطيناه، قلت بنشفن شوي، بس حاولت شيلهم كثير قاسيين ما عم يشيلوا. فطلعت معنا فكرة انه مثل ما هن نحط في امنهم تراب، شوية سواد دجاج، ليضلوا مثل ما هن، يعني هيك بصوروا كأنه عملنا مشتل، بيطلعوا ريحتهم. الفكرة الثانية اللي طلعت معنا كمان، هون بعد رطبين، يعني بعد هلا شلناها من الشمامة، فقلنا بدل ما ننشفهم ونقعد نلزقوا، فبنجرب هالتجربة الثانية، بنحطهم بالتراب مثل ما هن، بنفرقهم شوي عن بعض. هلا هيك مش عارفين نحن اي اسرع بيطلعوا، يعني كانت ناشفة او كانت رطبة، لنجرب.